هيلعبها حازم ركنية عرضية. خلصت فيك كل الكلام يا معلم القلب الجمال. الله حازم شعيب وهدف اول. وايه بص الطوب بقى، بص التحديث، بص الطوب، بص الكلام، بص الحاجات اللي حصلت من لاعبي ابو سوير. خلي بالكوا بقى وخلي في كلام كتير جدا بيحصل اهو. محمد فاروق والكره الطوبه لو راحت باتجاه محمد فاروق بدا التحديث بالطوب من لحكم اللقاء حازم عصام عبد الستار يحرز هدف اول يقضي به عن الامال وعن امال خلاص دمياط وامال ابو سوير. الراجل على طول هنشوف طوب وتحديث وكأن الناس ايه النهارده كأنهم في عمره كده او كأنهم بقى بيرجموا بليس في العمره. تحديث طوب وحاجات محمد فاروق اخد الطوبه في دماغه. الحمد لله بشكر ربنا وببارك للجمهور الشرقيه 9 مليون والحمد لله وبشكر كابتن اسلام وبشكر كابتن احمد تعبانين معانا في كل مكان. والله الحمد لله طبعا الحمد لله ان احنا فزنا، الحمد لله ان طلعنا اسلام، الحمد لله ان اللعيبه كلها كويسه الحمد لله. ماتش طبعا صعب جدا كان ممكن يضيع مجهود السنه كلها. مبروك لجماهير الشرقيه كلها والمجلس الاداره ولمحبي النادي. احنا بصراحه كانت ماتش فعلا زي ما انت بتقول عصيب جدا، وانت عارف احنا اول مره نلعب على ملعب ترتان ماتش كبير. الحمد لله الف مبروك للشرقيه كلها، الف مبروك للجماهير، الف مبروك لك يا احمد والاستاذ اسلام، الف مبروك كل الناس فرحانه. عايزين نفرح النهارده ونركز بعد كده ان شاء الله في ماتش الفاصل باذن الله. والله الف مبروك للاعيبه الرجاله والجهاز الفني المحترم والتسعة مليون شرقاوي اللي احنا ان شاء الله هنفرحهم وبامر الله نكسب في الترقي، وان شاء الله الشرف الممتاز بامر الله. الحمد لله على المكسب وربنا يقدرنا في الترقي ونفرح جمهور الشرقيه كله ان شاء الله. الحمد لله على الفوز النهارده، والفوز ده بنهديه للجماهير دي، الناس المحترمه اللي ماشيه ورانا في كل حته، والحمد لله وان شاء الله نسعد ممتاز السنه دي. الحمد لله يا احمد، انا بقول بشكر الاول في البدايه جمهور الشرقيه، الناس دي تعبت معانا النهارده بصراحه، اتاكلوا علقه جامده بصراحه زينا برده، والحمد لله ربنا كاتب لنا الصعود ان شاء الله. وبقول لسه بدري يعني، احنا اللي عملناه ده كله كوم ولسه الماتشين اللي جايين كوم تاني. اشكر جماهير نادي الشرقيه اللي ورانا اللي جت معانا الماتش، والناس دي تعبانه معانا بصراحه من اول الموسم، بره وجوه الناس بتشجع. الحمد لله نشكر ربنا على كده. الحمد لله ناس الحمد لله على المكسب على الصعود، كل حاجه بتهون طبعا طول السنه تعب وكل ده يهون طبعا في الناس كلها راجعه فرحانه، ده اهم حاجه والله العظيم. احنا مش عايزين لا باصين للفلوس ولا باصين، احنا باصين الناس كلها تبقى مبسوطه بس، مش ده احنا عايزينه والله. الحمد لله احنا الفوز الغالي دوت بنهديه لجماهير الشرقيه، والحمد لله ده مجهود سنه كامله وربنا ما ضيعش مجهودنا، بس يعني ما كناش متوقعين ان هيحصل حاجه زي كده في الماتش. والله طبعا الحمد لله على المكسب، بس بصراحه يعني ده مش ماتش كوره، يعني فرقه انا مش عارف فرقه ابو سوير فرقه نزلت خلاص بتلعب بالغل ده واحنا ما عملناش حاجه، يعني مش عارف اللي هو العجوز ده جاي بعد الماتش لحد في كراسي فينا، فعامة احنا نستحمل اي حاجه عشان خاطر المكسب الحمد لله. والله الحمد لله بقدم الفوز ده، والله فوز كبير، وان شاء الله ده مكاننا الطبيعي اصلا، احنا بقى في دوري ممتاز ولسه عندنا ماتشين مع الترسانه، وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم ونصعد الدوري ممتاز ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على اللعيبه طلعت سلام. ببارك لجمهور نادي الشرقيه وجمهور نادي الشرقيه. الحمد لله كان ماتش صعب،
نفكر في اللي جاي، اللي عدى عدى. الحمد لله رب العالمين، ربنا ما ضيعش تعبنا وما ضيعش تعب الناس اللي جت ورانا كلها. في الدقيقه 98 الحمد لله قدرنا نجيب جون الفوز، وبقول لسه قدامنا ماتشين ربنا يكرم فيهم ان شاء الله. انا ببارك لجمهور الشرقيه كلها، ببارك للعيبه الرجاله دي اللي لعبت النهارده لاخر ثانيه وسط ضغط جماهير وسط فرقه يعني بتلعب. يعني انت شفتوا الماتش اكيد طبعا، يعني الماتش اللي فرقه بتضرب فينا من اول لحظه. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، والحمد لله على الصعود. بنبارك لعيبه الرجاله ومجلس الاداره وجمهور الشرقيه اللي ما سبناش، والحمد لله ان احنا طلعنا سلام النهارده من الملعب. يعني حاجه بصراحه تعبنا قوي النهارده في الملعب، بس الحمد لله ان احنا طلعنا سلام من الملعب. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على الفوز النهارده. وطبعا ده ربنا خلي مجهودنا بالنجاح، ان بعد التعب ده كله ربنا كرمنا وصعدنا الترقي. الحمد لله على المكسب. بشكر اللعيبه كلها النهارده، كانت لعيبه رجاله فيهم الناس اللي كانوا قاعدين بره. كنا شايفين جوا يعني في عيونهم كده شايفين الناس فعلا كلنا واحد، يعني بندل ان احنا كلنا واحد عاوزين نكسب. الف مبروك للنادي كله، وطبعا يوم تاريخي، يوم تاريخي للنادي ولينا شخصيا. ببارك لجمهور الشرقيه كله وبقول له الف مبروك وخليكم جنبنا ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونلعب الماتشين الفيصل، وربنا يكرمنا ان شاء الله نصعد الدوري الممتاز باذن الله.